شابتر أربعة الكيميكال بونز المحاضرة السابعة الجزء الثاني من الموليكولر جيومتري بعد ما أخذنا نظرية الفيلانس شيل إلكترون بير ريبالشن تعال نطبق النظرية دي عشان نعرف الأشكال المتوقعة للجزيئات عاملة ازاي والله لو عندي النمبر أوف بيرز اتنين الارنجمنت بتاعي بيكون لينير بيكون خط مستقيم يعني لو عندنا زوجين من الالكترونات بتوع الرابطه بتبقى الارنجمنت بتاعي بيبقى لينير وبتبقى الزاويه بتاعتي 180 ومثال على كده البي bef اف 2 طيب لو عندنا 3 بيرز عندي 3 بيرز الارنجمنت ساعتها بيبقى اسمه تريجونال بلانر وبيبقى بالمنظر ده بيبقى عندي مثلث والمثلث ده بتبقى الزاوية بين كل ضلعين 120 درجة احنا قلنا ان احنا بنعمل بنطبق النظرية دي عشان نبعد البيرز دي عن بعضها البعض بأبعد مسافة ممكنة وقلنا انها كل ما قلت عن 90 درجة كل ما حصل ريبالشن كل ما حصل تنافر كل ما زادت عن التسعين كل ما التنافر ما بقاش موجود الزاوية هنا 120 وده أفضل وضع للجزء ده ما يحصلش فيه تنافر طيب ناخد لو عندي أربعة بيرز الارنجمنت بتاعي بيبقى تترا هيدرال والمثال المشهور بتاعي غاز الميثان بتبقى ذره الكربون في النص وعندي اربع روابط مع الهيدروجين والزاويه بين كل رابطه والتانيه ميه وتسعه ونص لو عندي خمسه بيرز لو عندي خمس روابط بيبقى الارنجمنت تراجونال باي بيراميدال وبيبقى الشكل دوت شكل هرمي الشكل الهرمي دوت بتبقى ذرة على سبيل المثال البي سي 5 ال ذرة الفوسفورس في النص وشبكة بخمس روابط مع الكلور خمس ذرات كلور وبيبقى الزاوية بين قاعدة الهرم بتاعي 120 وبين القاعده وبين العمود المحوري عليه بتبقى 90 وبالترتيب ده كده بنحصل على اقل تنافر بين الروابط طيب لو عندنا نمبر اوف بيرز 6 بيبقى اسم الارانجمنت اوكتاهيدرال استراكشر وبيبقى بالمنظر ده كل الزوايا بين الروابط بتبقى 90 على سبيل المثال الحديد الثلاثي المرتبط بست جزيئات ماء ذرة الحديد في النص وادي الجزيئات بتاعة المية هتربط معاه من هنا وبنبص نلاقي كل الزوايا بين الرابط المختلفة تساوي تسعين وبكده نحصل على مركب فراغي بأقل تنافر ممكن بين a robot